الله، اهلا بيكي اهلا بيكي سناء نبيل. تعالي يا سناء، اهلا بيكي يا سناء. احنا بنحب الاصوات الجديده، وسناء الحقيقه صوت لفت انتباهنا، شفناها في عرب جوت تالنت اعتقد من كام سنه يا سناء؟ من سنتين تقريبا 2019، وفوجئنا من انها من اسره العظيمه ام كلثوم. قولي لي بقى، تقرب لك ايه ام كلثوم اصلا؟ هي ام كلثوم ابوها من عيله البلتاجي، واختها متجوزه الدسوقي. الدسوقي واختها السيده خلفوا عبد المنعم. ايوه عبد المنعم خلف ابراهيم. ايوه ابراهيم خلف جيهان. جيهان بقى خلفت مين؟ ايوه، فانت بنت يعني في النهايه من العيله يعني. امتداد. بتحبي الغنى من امتى؟ انا بتدرب، يعني دخلت في مجال الغنى من 9 سنين تقريبا. انت عندك كام سنه؟ 18. صغنونه لسه صغنونه. دي صوره، ممكن نشوف الصوره على الشاشه الكبيره يا جماعه. دي صورة مين بقى؟ قولي لي كده يا سناء. ده جد والدتي عبد المنعم. ده جد والدتك. ابن السيدة. مع السيدة أم كلثوم. أنت أصلاً من السنبلاوين. وما زلتي، وهنا برضو الصورة دي كانت مين برضو؟ دول إخوات جدي برضو، يعني ولاد أختها برضو. ولاد أختها برضو مع السيدة أم كلثوم. قولي لي بقى، يعني أنت من السنبلاوين لسه قاعدة في السنبلاوين؟ أيوه لسه مقيمة فيها. ليه؟ إيه اللي خلاكي يعني أنت بتدرسي أولاً في معهد الموسيقى العربية؟ معهد الموسيقى العربية في القاهرة، إيه اللي خلاكي لسه تفضلي هناك؟ لسه ما يعني أنا قعدت في سنتين في القاهرة في الثانوي، وبعدين جت ظروف كورونا خلتني ما فيش دراسة تقريبا، فكنت بسيب والدتي واخواتي في البلد يعني، وانا والدي بس اللي في القاهرة. فقلت خلاص احنا نرجع السنة دي اللي هي تالتة ثانوي، نقعد نستقر في البلد، علشان يعني مبقاش متفرقين في نفس الوقت. أيوة. مفيش حاجة، مفيش داعي ليها، واتفرغ للثانوية العامة برضو. فخلصت، وان شاء الله في مشروع انه خطة نيجي القاهرة يعني نقعد هنا. امتى ابتديتي تحبي الغنى؟ هو انا وانا صغيره اولا ما كنتش ليا علم بموضوع ان انا حفيده ام كلثوم خالص. كنتش قالك وانت صغيره على فكره انت من عيله ام كلثوم، انت من عيله ام كلثوم، يعني ما كنتيش تعرفي المعلومه دي؟ لا، هو اللي حصل ان انا بدات ان انا اروح قصر ثقافه السنبلاوين، وبدات ان انا بغني في المدرسه، في حفلات المدرسه وكده، وبعدين والدي سمعني، فاللي حصل ان احنا رحنا القاهره على طول. بدا بقى الموضوع يطلع انه انا بغني لام كلثوم بس اصلا من صغري، والناس تسمعني اللي هو لا احنا هنغني لام كلثوم. فجت مامتي قالت لي لا ده احنا قرايبها، انا ما كنتش مدركه الموضوع. فدلوقتي ادركت جدا يعني. فروحنا القاهره بقى للمايسترو سليم سحاب، وفضلت معاه سنين كتير يعني 2 أو 3، وبعدين دكتور احمد عبد الله برده دربت معاه شويه على الانشاد الديني، وبعدين جت تجربه عرب جوت تالنت. وبعد عرب جوت تالنت يعني في حفلات كتير بقى حصلت خلال الفتره دي كلها يعني. بفعل بتعرفي انشاد ديني وكده؟ اتعودتي الانشاد؟ هو انا كنت يعني في النقطه دي شويه في الموضوع ده، بس بدات ان انا ابعد عن الموضوع، لان ما جاتش فرصه تانية مع حد تاني ان هو يوجهني ليه يعني. فبدات اتجه للموسيقى العربيه اكتر يعني. يعني بنت صغيرة أكيد هتفكر تغني حاجة تانية غير أم كلثوم، اشمعنى اخترتي الأصعب؟ أم كلثوم غناها الأصعب. أنا وأنا صغيرة حفظت لوحدي أغنية ألف ليلة وليلة، فقعدت لوحدي وسمعت الأغنية، وكانت بتعيد كتير، فأنا صغيرة اللي هو إيه بتعيدي كتير قوي، فالموضوع بالنسبة لي محدش قال لي اعملي كده. فبدأت أحفظ لوحدي، وبدأت أهتم بالموضوع لوحدي، والناس بقى بتكمل الموضوع انه لا انت فعلا صوتك يعني بيمشي في النوع الغنى ده. فتمام يعني، موضوع مريح بالنسبه لي. ومريحه طبقات ام كلثوم دي، طبقات صعبه دي جدا. لا هي على حسب نوع الصوت وطريقه الغنى يعني. انا طريقه غنايه بترتاح في الستايل ده عموما. بتحبي الف ليله وليله؟ اكيد. طب ما تسمعينا بقى. اكيد ومالي طبعا. يلا بينا. طبعا حيرت قلبي معاك، لازم نذكر كلمات العظيم احمد رامي والحان الموسيقار رياض الصنباطي، الف ليله وليله مرسي جميل عزيز وبليغ حمدي. برافو يا سناء، برافو برافو.
في حاجة يعني أنا مش عارفة أقول في إيه، في ملامح وش، في طبعاً ما بقارنش الصوت، ولكن في طبقة كده من الصوت. حد قال لك كده قبل كده إن في ملامح ما من أم كلثوم؟ في ناس كتير بتقول الموضوع ده، اه بس مش في الصوت يعني، هم بيقولوا في الملامح نفسها، ملامح نفسها الوش كده يعني في حاجة من الملامح. عايزة يعني خلاص عايزة تحترفي الغناء، عندك حفلات، عندك ايه بقى؟ انا عارفة في حفلة قريبة في الزمالك. اه في حفلة ضمن مبادرة احياء التراث، دي عاملاها جمعية فرنسية ثقافية مع شركة ريفلكت بدعم من صوت القاهرة، ودي حاجة حلوة جدا. صوت القاهرة اللي عندهم اغاني بالظبط ام كلثوم بالظبط، فدي حاجة بالنسبة لي كبيرة انه يعني عملوا لأم كلثوم فهيعملوا لي برضه، فدي حاجة مشتركة لذيذة جدا يعني. فبعد كده ان شاء الله في جولة أوروبية مع نفس الشركة برضه يعني. فمكملة في السكة دي وتغني أم كلثوم. ضمن المشروع المبادرة هيبقى في مطربين تانيين ممكن نعمل برضه أغاني ليهم يعني. غير كده انا مش فكره مكمله، لا هو كان في حاجات برضو قبل كده يعني، كنت رحت لندن برضو كانت مسرحيه غنائيه لام كلثوم وانا كنت ضيفه شرف فيها. فغير كده في حفلات تانية في بلاد عربيه كتير برضو. ما بتفكريش ان يبقى لك اغاني ليكي انت؟ والله انا مش يعني، في ناس كتير برضو تقولي الموضوع ده، بس انا ما مش حابه اعمل ده دلوقتي يعني. لو اتعرض عليا حاجه كويسه هتبقى في وقتها يعني، مش دلوقتي. وانت مكمله، انت عندي في سنه كام بقى في الكونسرفاتوار؟ في معهد الموسيقى العربيه. الموسيقى العربيه رايحه اولى عالي المفروض. فلسه يعني قدامنا ان شاء الله 4 سنين يعني. بالظبط. بتقولوا هتغنوا لناس تانيين، فنانين تانيين، مين مغنيين تانيين بتحبيهم؟ ممكن ورده، انا بحب ورده جدا. بتغني ايه بقى الورده؟ في يوم وليله مثلا. طب يلا نسمع في يوم وليله. لا يعني جيتي على العزيزة الغالية. بس أنا هغني في يوم وليلة مع العود بس يعني. طيب. أوكي. أنا بس لازم أقول إنه إحنا كنا بنغني إيه؟ كنا بنغني لسه فاكر؟ لسه فاكر، لأنه لازم نقول ملحن لازم نقول أنا بحترم جدا الفكرة دي، عبد الفتاح مصطفى طبعا كلمات وألحان العظيم رياض السنباطي. نسمع بقى إيه؟ وردة في يوم وليلة. في يوم وليلة. برافو، الله الله الله. شكرا. قبل ما نختم بس اولا بشكرك شكرا جزيلا. ما بتخافيش، ما بتقلقيش، انت صغنونه كده وبتقفي على خشبه مسرح وبتغني على يعني، وعلى مسرح كانت واقفه عليه ام كلثوم وامام العالم كله سواء في لندن او هنا او ما ايه المشاعر؟ اكيد بخاف جدا طبعا، بس الخوف ده حاجه مش بتنتهي بالخبره على فكره يعني، مش بتنتهي بان انا اكبر في السن. الواحد بيخاف على طول. ايوه دي حقيقه. فلا الموضوع بيبقى رهبه رهيبه جدا. وام كلثوم دي مسؤوليه يعني، ان انا حفيده اختها دي حاجه كبيره مش اي حد كده يعديها بالسهل كمستمع. فبيبقى مستني حاجه حلوه قوي، فدي برضو مسؤوليه زياده غير ان انا بغني اصلا. بس الاسره بقى، الاسره داعمه، والدتك والدك ايه؟ اكيد والدي من بدايه المشوار ما سابنيش يعني، هو في كل حته، وبعدين مش بيخليني اعمل حاجه غير لو انا مقتنعه بيها وعايزاها. فلا هو داعم كبير ليا جدا، ووالدتي طبعا الاسره كلها يعني الحمد لله يعني. والد ام كلثوم زي ما دعمها تقريبا. والدك برضو بيدعمك. بيقولوا لك ايه في العيله؟ بيقولوا لك ايه في البيت عن ام كلثوم يعني كبار العيله يعني؟ كانت جدتي الله يرحمها هي راحت شافتها، هي وجدي وخالي كان لسه صغنن، فهي بتقول لي ان هي دخلت وقعدت واستنتها تنزل في الفيلا يعني في القاهره في الزمالك. فلما نزلت شافت حد كده ليه رهبه فظيعه جدا وبشياكه يعني حد عارف هو بيعمل ايه حتى في البيت يعني، مش شرط في المسرح بس. فكانت خايفه برضو منها، لان الموضوع مش انت رايحه تقابلي ام كلثوم، فالموضوع مش بالسهل كده يعني. شخصيه جدا رهيبه. هل هي فعلا الشخصية القوية الرهيبة، ولا كانت مع عيلتها ومع أسرتها وأهل بلدها بتبقى يعني؟ أيوة هي كانت بتديهم عيدية يعني، كان جدي وهو صغير كانت بيروح لها الفيلا وتديهم عيديات وكده، وكان هما بيروحوا بحاجات بقى زيارات يعني، كان في ود، كان في شكل القرى برضو في الفيلا عندها، لأنه كانت بتستضيف ناس كتير. فما يعني ما نسيتش الأصل بتاعها يعني. أهم حاجة حبيتيها
في شخصيه ام كلثوم. اكيد قريتي، اكيد اتفرجتي على افلام، اكيد اتفرجتي على افلام كتيره أكيد. والعيله بتحكي وكده، اكتر حاجه حبيتيها فيها ايه؟ هي كانت ذكيه وحريصه، مش في الفلوس، حريصه في الكلام. يعني هي مش بتتكلم كتير ومش بتغلط لما بتتكلم، فاهماني؟ هي بتبقى عارفه هي بتقول ايه، فدي حاجه انا معجبه بيها في شخصيتها، زائد ان هي على المسرح كاريزما كبيره جدا يعني. بس نسمع بقى. اولا انا عايزه يعني اتمنى لك مستقبل عظيم ان شاء الله، واحنا معانا صوت اعتقد انه يعني هي لسه بنوته صغيره، لكن المستقبل وخامه الصوت مع المستقبل ومع التدريب ومع الغنى، ويعني احنا ممكن خلال سنوات قليله نشوف نجمه كبيره باذن الله. وكفايه انها من اسره ام كلثوم، انت عمري بقى مش ممكن نسمع ام كلثوم من غير ما نسمع انت. أكيد عمري. أكيد. وبحيي الاساتذه الموسيقيين، بشكركم شكرا جزيلا، نورتوني وشرفتوني. سناء نبيل هتغني لنا بقى انت عمري، ننهي بها هذه الحلقه. شكرا شكرا شكرا، وبحييكم. ميرسي يا سناء، ميرسي لكل الفرقه، وبحييكم اعزائي المشاهدين. دي كانت حلقتنا هذا الاسبوع، نتقابل يوم السبت باذن الله. هذه لميس الحديد، تحييكم، تصبحوا على خير.